وننتقل إلى الملف الثالث، حيث تأكيد وزارة الخارجية الصينية أن مناورات بكين العسكرية حول تايوان توجه تحذيرا جديا لها، يؤشر إلى درجة جديدة من التصعيد بين الطرفين في ظل لحظة عالمية متوترة عموما. الجيش الصيني بدأ مناورات عسكرية تستمر يومين حول تايوان، وطوق الجزيرة بسفن وطائرات حربية. بكين اعتبرت ذلك عقوبة على أعمال انفصالية، فماذا في التفاصيل وماذا بعد؟ سفن وطائرات حربية تطوق تايوان. المشهد ليس الأول من نوعه، فالجمهورية الشعبية سبق وأطلقت مناورات عسكرية قبالة الجزيرة، لكن الجديد هذه المرة تحذير صيني بنبرة عالية موجه للقوى الانفصالية داخل الجزيرة. الخارجية الصينية حذرت هذه القوى من أن رؤوسها ستتحطم ودماءها ستسيل عندما تصطدم بهدف الصين في تحقيق الوحدة الكاملة. جيش التحرير الشعبي نفذ تدريبات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، كانت بمثابة عقاب بشكل فعال للقوى الانفصالية وتحذيرات جادة ضد تدخل القوى الخارجية واستفزازاتها. نحث الولايات المتحدة على التوقف فورا عن التغاضي عن القوى الانفصالية لاستقلال تايوان ودعمها، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. بكين أرسلت عشرات المقاتلات ونفذت ضربات وهمية خلال المناورات حول مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، والهدف من التدريبات اختبار القدرات القتالية الحقيقية المشتركة لقوات القيادة. وتظهر لقطات بثها خفر السواحل التايوانيون ضباطا يأمرون السفن الصينية عبر مكبرات للصوت بمغادرة المنطقة. رد الفعل التايواني كان بحشد القوات، أما في ردود الفعل فوصفت الرئاسة التايوانية المناورات الصينية بالمستفزة، فيما أعلن الرئيس الجديد لايك تشينغ تي أنه سيدافع عن قيم الحرية والديمقراطية. الجنرال ستيفن سكلينكا نائب قائد القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لم يرى المناورات الصينية خارج التوقعات، لكنه وصفها بالمثيرة للقلق. هكذا تستغل واشنطن كل مناسبة للعب على وتر التوترات في المنطقة، وهي التي حرصت على تهنئة رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في خطوة احتجت عليها بكين. أحمد محي الدين، الميادين. معنا من العاصمة الهندية نيودلهي الكاتب والخبير بالشؤون الأسيوية دكتور وائل عواد. مرحبا بكم دكتور. ماذا في رسائل ودلالات هذه المناورات التي تبدو بأنها تطوق جزيرة تايوان، وهل للتوقيت أي دلالة سيما بعد أيام من أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. لا شك بأنها رسالة واضحة إلى الانفصاليين في الجزيرة التايوانية بأنه لأن صبر الاستراتيجي لبكين قد بدأ ينفذ، وأن الصين مصممة على ضم تايوان بالطرق السلمية ولن تتهاون في استخدام القوة لضمها إن فشلت في الطرق السلمية. وكذلك أيضا رامية هي رسالة أيضا إلى الولايات المتحدة مضمونها أنها تبتعد عن دعم الانفصاليين ومدهم بالسلاح، لأن ذلك لن يخدم الأمن والسلام في هذه المنطقة، باعتبار أن السياسة الأمريكية كانت واضحة فيما يتعلق بأن تايوان هي جزء من الوطن المصري. نحن عندما نتحدث عن رسائل عسكرية بأن النية الصينية هي يعني استعادة السيطرة أو ضم تايوان كما تعتبرها الصين في جغرافيتها بالوسائل السلمية، كيف يكون ذلك؟ يعني هذه مناورات كبيرة ضخمة تسمى السيف المشترك، أحاطت الجزيرة من كل جانب واستخدم فيها العديد من العتاد العسكري. تماما، هي نعم قوة تدريبات عسكرية كبيرة جدا، لكن علينا أن نتذكر في عام 2022 عندما قامت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي كانت التدريبات في آنذاك لخمسة أيام وتدريبات أيضا عسكرية. لكن الجديد في هذه التدريبات هي أن تقوم الصين لأول مرة بتدريبات بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، وهذه هي رسائل واضحة أن المضيق هو مضيق تايوان هو مضيق إقليمي وليس عالمي كما تحاول أن تروج الولايات المتحدة وتايبي. لذلك عندما يقول الرئيس
التايواني بأن هذا المضيق ليس هناك مضيقين متطابقين، هي رسالة استفزازية إلى الصين، وبالتالي تقوم الصين الآن بكل هذه الإجراءات العسكرية والتدريبات للتأكيد على أن السياسة الغامضة للولايات المتحدة فيما يتعلق بتعزيز عسكرة هذه المنطقة من ناحية، ومن دعم الانفصاليين من ناحية أخرى، لأن هذا التوتر كما تلاحظين معظم وسائل الإعلام الآن تسيطر وتهيمن في الحديث عن الاستفزازات الصينية أيضا عن الحديث عن الدور الأمريكي في هذه المنطقة. لذلك الولايات المتحدة مستمرة في بيع الأسلحة إلى تايوان، ومستمرة في زيادة الحرب الباردة مع الصين. لكن موضوع العقوبة كما جاء يعني في تصريح بكين على الأعمال الانفصالية، هل هناك أي دلالة؟ أنت أشرت إلى أنه كان في مناورات عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة إلى الجزيرة ووضعت في هذا الإطار، لكن أن نتحدث عن عقوبة لأعمال انفصالية، هل هناك أي إشارة أو دلالة؟ سيما أنه أيضا بكين وصفت الرئيس التايواني الجديد بالانفصالي الخطير. نعم، هو انفصالي خطير، وهو حفيد أحد القادة الانفصاليين في تايوان. والصين تدرك أن الضغوط السياسية التي تمارسها على الحكومة الانفصالية ومن خلال الضغط وليس من خلال القيام بأي عمل عسكري، لأنها تدرك تماما أنه حتى الآن وعلى الرغم من هذه التوترات في بين تايوان والصين، ما زالت تايوان المستثمر الرئيسي لها في خارج تايوان هي الصين، لذلك هناك علاقات قوية. ولكن هذه اللهجة العدائية هي دوما تأتي بعد الانتخابات البرلمانية في الرئاسية في تايوان، وأيضا بعد أن يكون هناك تصريحات استفزازية للصين، والصين لا تخفي مواقفها باعتبار أنها تعتبر أن العار القرن العار يجب أن ينتهي، وحتمية ضم تايوان أمر لا مفر منه. كيف وجدت الموقف الأمريكي، لا سيما ما تم التصريح فيه بأنه الأمر يعني لم يخرج عن هذه المناورات، لم تخرج ربما عن ما تقوم به الصين من خطوات، لكن بشكل أو بآخر هو مثير للقلق، وكان في ذكر لمحاكاة قامت بها الصين بالعام الماضي جوية وبحرية للجزيرة كما تفضلت. رامية، كانت الولايات المتحدة وعلى لسان ديفيدسون القائد العسكري قد تصرحت بأن الصين هي أقرب لحرب عسكرية لضم تايوان بالقوة قبل حدوث عام 2027. لكن عندما نراقب التطورات والاستفزازات الأمريكية المتكررة، إن كانت من خلال الدعم بالسلاح وإن كانت من خلال زيارة الوفود المتكررة، هي تسرع بهذه الخطوة. لكن أعتقد أن هناك حرص وحذر من قبل القيادة الصينية ألا تقع في الفخ الأمريكي، لأنها تدرك تماما أن حتمية الضم ستأتي بالطرق السلمية ولا تحتاج إلى حرب، لأن من سيقتل في هذه الحرب هم الصينيون إن كانوا في تايوان وإن كانوا في الصين. لكن ما هو المسار الذي يمكن أن نقول يذهب لتحقيق عمليا بطرق سلمية ويستبعد من خلاله تحشيد لعمليات عسكرية ليس بالضرورة تبدأها الصين، ربما من جهة تايوان؟ نعم، الأحزاب الموالية للصين، كومين كونغ الحزب الصيني هناك، هو لديه مقاعد كبيرة في البرلمان، وأيضا أعتقد 51 مقعدا إن لم أكن مخطئا في مقعد، وأيضا من بينما المعارضة أو الحاكم 52 مقعدا. وهناك دليل على أن الأصوات داخل تايوان تطالب بالضم أو تطالب على الأقل بتخفيف حدة التوتر والإبقاء على الديمقراطية في تايوان. نحن نتحدث عن 25 أو 24 مليون نسمة في تايوان، بينما ننسى 1.4 مليار نسمة في الصين. لذلك الخطاب الغربي الأمريكي هو فقط فيما يدعم الانفصاليين أكثر من كونه دعم الوطن الأم الصين. وأعتقد أن بكين تحاول بشتى الوسائل سياسيا واقتصاديا أن تمارس هذه الضغوط على الانفصاليين من ناحية وعلى المستثمرين من ناحية أخرى، لأن التنافس على أشده أيضا في الكثير من المنتجات التي تقوم بها تايوان. ربما يعني كسر التفوق الأمريكي واحدة من عناوينه تتحقق للصين من خلال ربما عودة تايوان كما تريدها أو تعبر عنها إلى كل الصين. لكن السؤال المركزي الآن، إلى أي حد تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية مصلحيا من استمرار حالة التوتر بهذا الشكل ما دون تحقيق الصين كما تفضل بطرق سلمية لإعادة ضم تايوان؟
سؤالك مهم جدا من شطرين. أولا أن تايوان علينا أن نتذكر هي ليست المسألة الوحيدة للخلافات مع الولايات المتحدة، هي ذريعة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن تعتبر الصين هي المنافس الرئيسي لها ولهيمنتها في هذا العالم، ولا تريد أن تكون الصين تضاهيها في أي شكل من الأشكال. لكن المخاوف الأمريكية ازدادت في الأونة الأخيرة الرامية، خاصة بعد التطور العسكري المتسارع للقدرات البحرية الصينية والجوية وأيضا في الفضاء، وبالتالي الولايات المتحدة تعتبر تايوان هي جزء من المشاكل القائمة. ما يحدث في جزيرة الكورية أيضا من المسائل الرئيسية التي تقوم الولايات المتحدة بدعم كوريا الجنوبية واليابان والتدريبات العسكرية. الأمر الأخطر أيضا هو أن الولايات المتحدة تقوم بتحالفات عسكرية قوية في هذه المنطقة، إن كانت من خلال التحالفات الرباعية مع أستراليا والهند واليابان، وإن كانت مع ثلاثية أوكس مع 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 أستراليا وبريطانيا، والآن تريد أن تضم إندونيسيا والفلبين إلى تحالفات جديدة، وهي مؤشر على أن الولايات المتحدة تستفز الصين وتصطاد في المياه العكر خاصة في بحر جنوب الصين. وبالتالي هذا في إطار استراتيجية الاحتواء، استمرار التوترات، محاولة تأخير أو إلهاء الصين على العديد من الملفات، لا سيما تلك المنافسة المحتدمة على الساحة الدولية. التكنولوجيا واحدة من عناوينها، تايوان يعني تفسر كثيرا حول ذلك، لكن ما الذي فعلا قد يمنع أن تتجه الأمور إلى اشتباك عسكري مشابه لأوكرانيا، لا سيما أن الأمور تصل إلى أشدها، وربما يعني عود ثقاب اشعل نارا كبيرة؟ نعم، نحن أقرب إلى حرب عن طريق الخطأ، لكن ليس لحرب مواجهة، ولن تقوم الولايات المتحدة ولا الدول الغربية كما فعلت ضد روسيا في أوكرانيا أن تقوم بحرب، تشن حربا مباشرة مع الصين، لكن بالتأكيد ستقوم بدعم الحلفاء الذين سيقوم بحروبها في الوكالة إن كانت في أي منطقة من العالم، وهذا هو الموقف الأمريكي. لكن أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية، وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها على الصين، تدرك تماما أن الصين قوة لا يستهان بها، والتعاون الأمريكي الصيني الاقتصادي قوي جدا، وإدارة بايدن في الواقع، وإن كانت الإدارة الأمريكية القادمة الجديدة تواجه مشاكل اقتصادية جمة وبحاجة بشكل كبير إلى الصين، خاصة فيما يتعلق بتعديل الميزان التجاري والتعاون التجاري الاقتصادي، لأن الاقتصاد الأمريكي منهار. لكن للأسف انشغال الولايات المتحدة في العالم في الحروب وافتعال الحروب وإسقاط الأنظمة بالقوة وفي منطقة الشرق الأوسط وغيرها من العالم، دفع بالصين إلى التفرغ إلى التسارع في نمو قوتها العسكرية، الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة الآن من أولوياتها أن تحجم هذا الدور المتنامي للصين. لكن لا أعتقد أن هناك مواجهة مباشرة. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار رامية أن دولتان نوويتان، هذا يعني أن الدمار كامل للعالم، وهذا يهدد الأمن والسلم العالمي. شكرا جزيلا لكم دكتور وائل عواد، الكاتب والخبير بشؤون الآسيوية، ضيفنا من العاصمة الهندية.